ده نديه ايجابيه وبتعلي العلاقه. بالظبط. اعتقد كريم برضو ليه راي في الموضوع ده. لا انا اعتقد ان كلمه النديه دي فيها تحدي، فيها تشالنج ما بين الاثنين، لكن هو الموضوع مش مساحه، مش داخلين حرب يا جماعه، في ايه يعني. انت دخلت الحرب اصلا ولا لسه؟ لا لسه. انت لسه متجوز؟ لسه على البر. ولا حد متكلم عليك او حاجه؟ مين اللي بيشوفه يا عيني؟ طيب لا هو اللي انا بلاحظه عامه في العلاقات، ان العلاقات الناجحه دايما فيها طرف من الطرفين مكبر دماغه، لازم حد يكبر دماغه عشان الدنيا تمشي. لكن هنخش بقى في قصه التشالنج مع بعض دي والتحدي والنديه، لا ما هو مش طب ما الظروف خليتهم كده دلوقتي يا كريم، هي بتشتغل هو بيشتغل، مساواه. اوكي انا مع المساواه على فكره، انا مع المساواه جدا. يعني انا مع الومن امباورمنت، بس الفكره لان دي حاجه مش هتنقصني في حاجه، مش هتقل مني كراجل، غير لو انا بقى عندي مشاكل نفسيه. برافو عليك. كده وصلت لنقطه مهمه. لو انا مثلا الست اللي معايا انا مش عايزها تعلى وتكبر في شغلها وتبقى ظهر ليا في يوم من الايام ونبقى شركة بجد، عشان شايف ان انا راجل وهي ست، هي مش كائن. انت قلت حاجه عظيمه من شويه، انه لو كنا بنتكلم فيها قبل الفقره، لو انت شايف ان هي بتفهم في حاجه احسن منك اديها لها، لانه ده في الاخر بيوصل لنتائج احنا الاثنين محتاجينها. بالظبط. فدي ما فيهاش نديه يعني في الموضوع. يعني ممكن في بيت واحد مثلا حضرتك الـ 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 الاب يكون بيصرف على البيت وتعبان اليوم كله وكده وبيشتغل وما عندوش مثلا وقت لاولاده، او الست مثلا بتفهم اكتر في حته التشايلد سايكولوجي. طيب ليه ما سيبلهاش الموضوع ده؟ ليه ما يعني ليه ما اديهاش انها تعمل ديسيجنز او تاخد قرارات مع الاطفال في حاجات معينه، في حاجات معينه. طب ولو الراجل بيزعق وممكن يكون بيغلط، ما ترديش عليا، ما تبقيش ند ليا. لا دي قله ادب بقى. صح. طبعا انا قلت كده بقى. هي كمان ما تردش وتعالي صوتها. لا في احترام يعني، هو وانس حته في حوار محترم. بالظبط. وانس حته الاحترام دي اتكسرت، لا خلاص كده احنا داخلين في حته مش بنعمل مع بعض. انا عايزه